السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الأخنس ابن شريق الثقفي من وجهاء العرب وأشراف القوم، وكان حلو الكلام والأسلوب، فصيحا بليغا، وكان أيضا حلو المنظر. ولقب بالأخنس لأنه رجع ببني زهرة من بدر لما جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير، فقيل خنس الأخنس ببني زهرة ولقب بهذا الاسم. وبعد فتح مكة أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يجالسه ويقول له: إني أحبك، ويحلف بالله على ذلك، وكان منافقا. فنزل قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس جماعة من المنافقين يعجبك أيها الرسول كلامهم الفصيح، يريدون بذلك حظا من حظوظ الدنيا لا الآخرة. والكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه، ونحن في هذه الدنيا نغتر بالظاهر والمظاهر، أما في الآخرة ستنكشف الحقائق ويفضحون. والنفاق ظاهرة صحية في كل مجتمع، يقوى أحيانا وقد يضعف. ويحلف مستشهدا بالله على ما في قلبه من محبة الإسلام، وفي هذا غاية الجرأة على الله. ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبار، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وكثيرا ما نسمع: يعلم الله أني صادق وهو كاذب، وأولى بكل لبيب حفظ اليمين. ولماذا يقسم؟ لأنه يشعر في قرارة نفسه أنه مفضوح بين الناس، وهو ألد الخصام، شديد العداوة والخصومة للإسلام والمسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وهكذا المنافق في خصومته، يكذب، يفتري، يزور، يفجر. وصدق الشاعر حين قال: لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب. جزاكم الله خيرا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الأخنس ابن شريق الثقفي من وجهاء العرب وساداتهم، وكان حلو الكلام حلو المنظر. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يجالسه وقال له: إني لأحبك، ويحلف بالله على ذلك، وكان منافقا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على قلبه وهو ألد الخصام. وبعد أن تولى الأخنس وخرج من المدينة، قصد قرية من قرى المسلمين، فأحرق زرعهم وقتل مواشيهم، فأنزل الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا خرج من عندك أيها الرسول جد ونشط في الأرض ليفسد فيها، فأظهر ما كان قد أخفى من نفاق وإفساد. والفساد هو خروج الشيء عن الاعتدال والاستقامة قليلا، وعكسه الصلاح. وانظر إلى المفسد وهو يفسد، ظن أنه وحده هو المستفيد، لكنه كما أفسد لغيره فغيره له يفسد. وأوجه الفساد كثيرة، من قتل وتخريب وإشاعة الفوضى والأكاذيب. هذا هو عمل المنافق وسلوكه.
الفساد والإفساد والإهلاك، فيتلف زروع الناس وثمارهم ويقتل مواشيهم، بل ويتلف كل ما يقع تحت يديه مما به تقوم الحياة والأحياء. وكل من أهلك الحرث والنسل استحق الملامة إلى يوم القيامة. والله لا يحب الفساد ويبغض العبد المفسد ولا يرضى عنه، فليحذر المفسدون من غضب الله وعقابه. ليس العبرة بالتجمل في القول، وإنما العبرة بالعمل. جزاكم الله خيرا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظن المنافق أنه بمأمن وأنه لن يكشف، فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإذا نصح ذلك المنافق المفسد وقيل له اتق الله واحذر عقابه وكف عن الفساد في الأرض واترك ما أنت فيه من النفاق، أعرض عن النصيحة وتكبر وأنف وتمادى في غيه وضلاله وأخذته العزة بالإثم، فجمع بذلك بين العمل بالمعاصي والتكبر على الناصحين. والعزة نوعان، عزة بالحق وعزة بالإثم. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهذه هي عزة بالحق، العزة المحمودة. أما أهل النفاق فعزتهم دائما بالإثم، لأنها دائما تقود صاحبها إلى جهنم وبئس المهاد. فحسبه جهنم دار للعاصين والمتكبرين، هي مآله ومسكنه ومصيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحاله أشبه ما يكون بحال الطفل في المهاد أو الفراش، لا يستطيع ولا يقوى أن يغادره أبدا. رحم الله عمر بن عبد العزيز، كان يقول لصاحبه عمر بن مزاحم وكان ذو علم ومكانة: يا عمر، كن معي دائما، فإن رأيتني ضللت فهزني هزا شديدا، وخذ بتلابيبي، وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. وذات مرة اعترض يهودي موكب أمير المؤمنين هارون الرشيد وقال له: اتق الله يا أمير المؤمنين وأعطني حقي. فنزل هارون الرشيد من على فرسه وسجد لله تعالى، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، تفعل هذا لمقولة يهودي؟ فقال: إني أخشى من قول الله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فسجدت خضوعا لله، أعطوا اليهود حقه. فإن سمعت يوما من يقول لك اتق الله فخير لك أن تقول: اللهم اجعلنا من المتقين. جزاكم الله خيرا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.